بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء والعزيزات، طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من دروس مادة الرياضيات، ودرسنا اليوم في الدوالة الحقيقية، ونستكمل فيه طريقة إيجاد القيم العظمى والصغرى للدالة، فتابعونا. الأعزاء الطلاب، سوف ندرس اليوم القيم العظمى والصغرى لمنحنيات الدوال الحقيقية من خلال رسم بيان هذه الدوال وبحث اضطرادها، ونعلم أن الدوال التربيعية والدوال التكعيبية والدرجات الأعلى يكون رسم بيانها على شكل منحنى، وفي هذا المنحنى هناك تزايد وتناقص في اضطرادها، ومنها أيضا يمكن استنتاج القيم الصغرى والعظمى لهذه الدوال، وكذلك إيجاد المدى لها، كما سنتعرف على ذلك من خلال الأمثلة المختلفة، فتابعونا. مثال: مثل بيانيا في شكل واحد منحنيات الدوال التالية: رقم واحد الدالة دال واحد تساوي سين ناقص اثنين الكل تربيع، رقم اثنين الدالة دال اثنين تساوي سين زائد واحد الكل تربيع، ثم ابحث اضطرادها وأوجد القيم العظمى والصغرى لها. الحل: نرسم عزيزي الطالب أولا منحنى الدالة دال سين يساوي سين تربيع، فنجد أنه عندما سين تساوي صفر فإن صاد تساوي صفر أيضا، وعندما سين يساوي واحد فإن صاد تساوي واحد تربيع ويساوي واحد، وعندما سين يساوي اثنين فإن صاد تساوي اثنين تربيع أي يساوي أربعة. وكذلك عن يسار الصفر، عندما سين بسالب واحد فإن صاد بسالب واحد تربيع أي يساوي واحد، وأيضا عندما سين تساوي سالب اثنين فإن صاد تساوي سالب اثنين الكل تربيع وهو ما يساوي أربعة. وفي هذه الحالة نلاحظ عزيزي الطالب هنا أن هذه الدالة غيرت قيمها بالنسبة لصاد من أربعة إلى واحد، إذن الدالة تناقصية، وكذلك تغيرت قيم صاد من واحد إلى صفر، أيضا نقول هنا أن الدالة تناقصية، ومن صفر إلى واحد الدالة هنا نقول أنها تزايدية، وكذلك من واحد إلى أربعة نقول أيضا أن هذه الدالة تزايدية. إذن هذه الدالة تناقصية في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى صفر، وكذلك تزايدية في الفترة من صفر إلى موجب ما لا نهاية، أي أننا نكتب هنا الفترات بالنسبة للمحور السيني، ونشوف إشارة الدالة إذا كانت تناقصية أو تزايدية بالنسبة للمحور الصادي. هنا نلاحظ عزيزي الطالب أن بيان هذه الدالة كما هو واضح لدينا، الدالة دال سين تساوي سين تربيع، منحنى هذه الدالة متماثل حول محور الصادات. إذن هذا هو منحنى الدالة دال سين تساوي سين تربيع. من هذا المنحنى عزيزي الطالب بإمكاننا أن نحصل على منحنى الدالة صاد تساوي سين ناقص اثنين الكل تربيع، وذلك بإزاحة مقدارها اثنين إلى جهة اليمين، أي أنه تكون لدينا هنا منحنى الدالة دال واحد الذي هي عبارة عن سين ناقصا اثنين الكل تربيع، وذلك بإزاحة منحنى الدالة
دال سين تساوي سين تربيع إزاحة مقدارها 2 جهة اليمين، لأن هنا الإشارة لـ2 سالبة. إذن نقوم بالإزاحة لسين بمقدار 2 فيتكون لدينا منحنى الدالة صاد يساوي سين ناقصا 2 الكل تربيع، وهو ما يمثله منحنى الدالة دال 1. أيضا عزيزي الطالب ممكن أن نستعين بالجدول التالي لإيجاد منحنى الدالة دال 1، وذلك بالتعويض عن قيم سين في منحنى الدالة صاد. ونلاحظ أنه عندما سين تساوي 2 فإن صاد تساوي 0، وعندما سين تساوي 3 فإن صاد تساوي 1، وعندما سين تساوي 4 فإن صاد تساوي 4 أيضا. وكذلك عن يسار الاثنين، عندما سين بواحد فإن صاد بواحد، وعندما سين بصفر فإن صاد بأربعة. أي أن هذه القيم بالنسبة لسين وصاد بإمكاننا أن نرسم منها منحنى الدالة دال واحد الذي رسمناه مسبقا بإزاحة مقدارها 2. وأيضا نلاحظ أن هذه الدالة تناقصية في الفترة من 0 إلى 2، وكذلك تزايدية في الفترة من 2 إلى 4، أي أن هذه الدالة تناقصية من سالب ما لا نهاية إلى 2، وتزايدية من 2 إلى موجب ما لا نهاية. إذا عزيزي الطالب نقول أن الدالة دال واحد تساوي سين ناقص 2 الكل تربيع، دالة تزايدية لكل سين ينتمي للفترة من 2 إلى موجب ما لا نهاية، أي من 2 إلى موجب ما لا نهاية هذه الدالة تزايدية. وكذلك الدالة تناقصية لكل سين ينتمي للفترة من سالب ما لا نهاية إلى 2. وصفر هنا هي قيمة صغرى مطلقة لهذه الدالة، كما هي صفر هنا هي قيمة صغرى مطلقة للدالة دال سين تساوي سين تربيع. والمدى بالنسبة لهذه الدالة عزيزي الطالب عبارة عن الفترة من 0 إلى موجب ما لا نهاية، وكذلك نستنتج أن هذه الدالة عزيزي الطالب أي دال واحد تساوي سين ناقص 2 الكل تربيع متماثلة حول المستقيم سين يساوي 2، كما هي الدالة دال متماثلة حول محور الصادات، فإن الدالة دالة عزيزي الطالب أي دال واحد تساوي سين ناقص 2 الكل تربيع متماثلة حول المستقيم سين يساوي 2. ونحصل على منحنى الدالة دال 2 سين اللي هي عبارة عن أو تساوي سين زائدا 1 الكل تربيع، وذلك بالإزاحة بمقدار وحدة واحدة إلى اليسار عن الدالة دال. هنا لدينا الدالة دال تساوي سين تربيع، بإزاحة مقدارها سالب 1 إلى اليسار نحصل على منحنى الدالة دال 2 سين تساوي سين زائدا 1 الكل تربيع. هذا هو المنحنى بالنسبة للدالة دال 2. ونستعين بالجدول التالي لإيجاد أو لرسم منحنى الدالة دال 2 الذي استنتجناه بالإزاحة بمقدار سالب 1 إلى اليسار، حيث نوجد قيم سين وصاد، ونلاحظ أنه عندما سين تساوي سالب 1 فإن صاد تساوي 0، وعندما سين تساوي 0 فإن صاد تساوي 1، وأيضا عندما سين تساوي 1 فإن صاد تساوي 4. وعن يسار سالب 1 عندما سين بسالب 2 فإن صاد بواحد، وكذلك عندما سين بسالب 3 فإن صاد تساوي 4. إذن بالإزاحة بمقدار سالب 1 بإمكاننا إيجاد منحنى هذه الدالة أو من الجدول الواضح أمامنا،
الذي يوضح قيم سين وصاد. في هذه الحالة عزيزي الطالب نلاحظ من الجدول أن منحنى هذه الدالة متناقص في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد، وأيضا متزايد في الفترة من سالب واحد إلى موجب ما لا نهاية. في هذه الحالة عزيزي الطالب نلاحظ أن الدالة دال 2 س تساوي س زائد 1 الكل تربيع، دالة تناقصية لكل س ينتمي للفترة من سالب ما لا نهاية إلى سالب 1. وكذلك هذه الدالة تزايدية في الفترة من سالب 1 إلى موجب ما لا نهاية. وصفر أيضا هنا قيمة صغرى مطلقة لبيان هذه الدالة. ومنحنى هذه الدالة متماثل بالنسبة للمستقيم س يساوي سالب 1. إذن هنا رسمنا دال ودال 1 ودال 2 في رسم بياني 1 أو في شكل 1. نلاحظ أن دال 1 متماثل بالنسبة للمستقيم س يساوي 2 ودال 2